السلام عليكم بنات. كنت طالبين مشتريات البنات واحنا دلوقتي بنصور بنتين اشتر. تعملي يعني فيديو جيتي هكذا؟ اه بالظبط كده. يلا بقى مشتريه دي بتاعت الرجل تمام، بس احنا هنحط الشنطه دي هنا ماشي، والشنطه دي كمان ماشي كده. تعالي يا ايمان. ايمان جبنا القلم ده كده بنات بقى اللي جابه. القلم ده روج حطيه ماشي، وده برفن من ماي واي ب35، وده بديكير ممكن ب15 او ب10، ودي ميت ورد بصوا شكلها، ودي المسكرة اللي احنا جايبينها ولا اللي هي جايباها؟ اه اللي احنا جايبينها. بصوا ده، ودي مثبتة الرموش، ودي بكام دي؟ ب15 متر وردي. جبت سعر البرفان. وده ايه؟ بادز بلاش. بادز بلاش. ودوت بنانا باودر 8 جنيه. ايه ده جايبه من دي 2 حطيها بتاعت الرجل دي. ودي ميك. دي فاونديشن ميك 60 جنيه. وجايبه اللون ده من المونيكير. وجايبه برضه قلم في المورا، قلم روج في المورا بكام في المورا؟ جواكي تعبانه والله. 10. ودي ب5 جايبين منها برضه، ودي ب8 جايبه منها هي 2، وده الاثنين ب15، وده ب17 ونص او 15. استني هوريكي اللي انا جبته ماشي؟ ماشي. على فكره يا فندم انا قلت لك على دوت كعب الغزال، وده قلم ام ان ده ب22 ونص. جابت من دي الواحدة ب20، 17 ونص. النهارده نزل اليوم تخفيض 17 ونص. وايه اللي جنب الزرعة دي؟ قشطة الاميرات ب40. وده الواحد ب7 ونص، ب10. لو انت هتاخدي واحد ب10، لو هتاخدي 2 ب15. ارجعي بقى خدي واحد تاني. ده لوس باودر. ايه ده روج؟ معلش يا جماعة اقسم بالله ده روج سايل قصدي. ودي كحل ابيض ده عندي في البيت زيه. الله دي بكام دي؟ مش عارفة. ماشي مش عارفين الاسعار. هما دول بقى اللي هيطلعوا يبقى مغلوبين في الاسعار. يبقى ايفر بيوتي روج ب20. ده ميك لسه شايفينه مع البنوتة التانية برضو ب60 و65. واحد ليكي وواحد ل يلا واحده فيكم تطلع من شنطتها حاجه. خلاص استنفره. بكام دي؟ تركي ب10. والبنوته الثانيه؟ لا ما انا خلاص طلعت كل حاجه. بس كده انتوا حسبتوا حاجتكم؟ ايوه كده تمام. شاطرين بيحسبوا يا جماعه، اهم حاجه الحساب. غيرهم بقى فاضيين. لا هي عشان دي ايه دي؟ قولي فلور البتاع بتستخدم لايه؟ دي بتشيل شعر الوش وشعر الشنب. حد جربها يعني وجاب عشان كده جاب منها 2؟ اول مره تجربيها ولا جربتيها قبل كده؟ جربتها كذا مره. حلوه. بكام بقى الواحده؟ دي ب 38. 38 وده حمام كريم ب 20 جنيه. ده تحفه. ماشي جايبه منه 3. هي سهله يعني. ودي؟ ده اي شادو. اي شادو باليت بيوتي ومن بكام؟ بيوتي ومن ب 50 دي. دي ب50. ودي بكام دي؟ ده باودر حواجب ب20. وده ب22 ونص. قلم ايلين قلم. وده ب10. ودي جايبه منها 3. ودي جايبه منها 3 اللي هي الفرش ام 20 دي ماشي. دي بقى تحفه جدا جدا. دي بتعمل ايه؟ جدا جدا بتفتح الوش وتفتح الجسم. بكام دي بقى؟ بكام دي؟ دي ب40. ب40 خلص لها بس الاول الدنيا ودي ماشي. وده ب20. ب25. غيري ب25. ده جايبه منه واحد تاني اللاينر وايلاينر تاني فرشه
اه. وده ايه ده يا بنتي؟ ده سيرم للوش. ده سيرم للوش جربتيه قبل كده؟ 45 اه. ادي خمسة. ادي خمسة. ادي كده مشتريات البنات، هي مشتريه من طقم الفرج ده ثلاثة. ثلاثة. شعر طبيعي. اه شعر طبيعي. اللي طلعوا من المطحنة اللي جوه دي، دي اللي عندي في البيت. لا دي مش اللي عندي في البيت خالص، دي مختلفة. بصوا دي شكلها تمام، بس نفس الفرشة دي احلى والله. اللي عندي في البيت دي احلى. عايز اقولك النوع ده احلى. ايوه بس حلو، انا حطاها مش بتهبب ولا اي حاجة. لا خالص، حتى لو غسلت وشك مش بتهبب. ايوه. ودي خلينا نعرف انواع الفرش. هي فين الوقفه هنا؟ بقول لك الوقفه يا ريت اللي يوقع حاجه يحطها. الفرش دي الفرش ده ب 35. انا السودا السودا ب 35. بصوا الاثنين دول شبه بعض ب 65، دي ب 35. دي عارفه كفايه قوي يعني. ودي عايزه 12 ونص. ودي برضه حلوه. دي ب 12 ونص. ده كده الفيديو ده انواع الفرش تمام. زي ما انتم شايفين كده في ب 20، دي ب 15، دي ب 15 و 20. تعمل فيديو؟ لا انا مش هنا، انا اللي بعمل فيديو. اخد الضوافر دي ماشي. البلندر دي حلوه. اخد الضوافر دي. لا هو انا في حاجه حلوه باخد السادة وخلاص، بس انا مش عاجبني الثانيه لونها مش عاجبني. فرشه ولا جايز؟ انا فرشه. فرشه هي دي. ده انا عارفه ان ده محلول بكام. 20. 20 بكام دي يا مريم؟ ب 20 ب 15 وفي الارض دي ب 12. بكام دي يا مريم؟ 85. 85 يا جماعه. ده من الماك صح؟ من ماك دي صح؟ لا نكد. دي نكد؟ بصوا الشعر بتاعها حلو قوي. 35. يلا افتحي بقى متعرفي. بصوا بكام نكد دي يا مريم؟ عايزه اقولها ايه؟ دي ب 20. لا ماك دي تحفه. ودي ب 12 ونص. طلعي الفرشه كده بتاعتها. هي ماك اصلا جميله. انا هجيبها دي. بصوا هجيبها. ماشي جميل. ب 12 ونص دي ماشي. ودي كده العلب بتاعتها. يلا بقى نتفرج على دي. هاتي دي. دي ب 20 اتفرجنا عليها. ودي كده الالوان بتاعتها. بصوا دي كده الوانها ب 15. افتحي المفتاحه دي كده. بصوا بصوا في منها البينك وال والبلو والبربل. بربل اين البربل؟ بصوا هو ده بيوتي. دي ب 10. ودي كلها. بص دي كمان معاها برضو ب 10. ودي ب 10. هي نص مللي. هي بكام؟ 32 ونص. دي ب 22 ونص. 22 ونص دي ب 35. يلا بقى نشوف الباقي. بصوا دي ب 70. خلاص شايفين؟ لسه مفرجوكم عليهم. وايبس ب 5. طب 5 فرش خشب. طب 18. طلعي دي 20.
كان في طقم تاني في اربعة جوه اه ده العتيبة هو بين بس في طقم تاني في اربعة مريم هو ده اللي في ايدي يا ريت الخمسة دول بكام لا ما اعرفش جايه لك يا ياسمين دول بكام جايه 22 ونص مستر رموش ياسمين ودي ب 17 ونص تخليها كده ايه دي ب 17 ونص دي واحده بس بصوا بصوا شكلها بصوا زي ماركتها نكت النهاردة معظم أنواع الفرش مش موجودة بصوا مريم